السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، نخصصها اليوم للحديث عن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. لقاء تشير الأنباء إلى أنه يأتي من أجل بحث حل للأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا. فما رمزية اللقاء بين السراج وحفتر في التوقيت الحالي؟ وأي دور للمجتمع الدولي في إنجاح هذا اللقاء؟ وما التداعيات الأمنية والسياسية لاجتماع السراج وحفتر؟ وهل من تأثير محتمل لمباحثات أبو ظبي على موقف مجلس النواب من الاتفاق السياسي؟ وكيف يمكن البناء على هذا اللقاء لمد جسور الثقة بين مختلف الفرقاء والتعجيل بالتوافق؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ينضم إلينا عضو لجنة الحوار السياسي نعيمة جبريل، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، وعبر الهاتف من القاهرة عضو مجلس النواب زياد دغيم، ومن بيروت الكاتب والصحفي عبد الحكيم معتوق. أرحب بكم جميعا مشاهدينا وضيوفنا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. في لقاء يحمل رمزية كبيرة، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اجتماعاً مع قائد عملية الكرامة خليفة حفتر ظهر الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وحتى وإن لم تصدر بعد أي تفاصيل عن فحوى الاجتماع، فإن الاتجاه العام هو بحث إيجاد حل للأزمة الأمنية والسياسية في البلاد. عضو لجنة الحوار السياسي جمعة القماطي توقع أن تنجح دولة الإمارات فيما فشلت فيه مصر سابقا بإقناع خليفة حفتر بالاجتماع مع فايز السراج، موضحا أن المجتمع الدولي يتجه إلى وضع ضغوطات إقليمية ودولية على الأطراف المتصارعة في ليبيا من أجل الحوار وتقريب المواقف بغية الوصول إلى حل توافقي. وأضاف القماطي أن حفتر قد يدفع الآن ببعض العناصر الموالية له لتشارك في المفاوضات بعد إدراكه استحالة نجاح الحل العسكري. في سياق منفصل قال رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل إن أي تعديل قادم للاتفاق السياسي يجب أن يبتعد عن مبدأ المحاصصة الذي رسخه حوار الصخيرات وفق تعبيره، وإن البحث عن حل للأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها. وفي انتظار تبلور نتائج لقاء السراج وحفتر في أبو ظبي على أرض الواقع، يتوقع مراقبون أن تشهد حالة الانسداد السياسي والأمني في البلاد نوعاً من الانفراج، على أمل تجدد انعقاد محطات حوار مقبلة بين الفرقاء تنهي الصراع القائم وتقود البلاد إلى محطة التوافق. نبدأ الحوار معك سيد دغيم، ما رأيك في اجتماع السراج وحفتر؟ شكرا على الاستضافة، تحية لحضرتك ولكل المشاهدين والضيوف. أهلا بك. بكل تأكيد أن هذه اللقاءات، لقاءات بين الشخصيات الليبية الهامة والفاعلة على المشهد السياسي، هي إيجابية والاتجاه الصحيح، تفيد بكسر الجليد صح التعبير والحواجز النفسية، وقد تؤسس إلى تبادل أفكار وأيضا خلق نوع من الثقة، وفيها إيجابيات كثيرة يعني. طيب في الوقت إذا الذي لم تخرج في أي نتيجة رسمية عن هذا اللقاء، هل من موقف سائد داخل البرلمان من لقاء حفتر والسراج في الإمارات؟ آسف، أرجو إعادة السؤال. نعم. طيب إلى الآن أردت أن أسألك وأوضح لك، إلى الآن ليس هنالك أي نتيجة رسمية على الرغم مما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هل هنالك أي موقف سائد داخل البرلمان بخصوص هذا اللقاء في الإمارات؟ لا، بكل تأكيد أن ما يهم النواب ومجلس النواب الكل باختلاف الاتجاهات السياسية سعيد بهذه اللقاءات، ولكن المهم أن لا يتم تجاوز حدود التي يمثلها الطرفين. القيادة العامة للجيش الليبي هي تعتبر في إطار السلطة التنفيذية أحد أو جزء من السلطة التنفيذية، وأيضا كذلك المجلس الرئاسي يعتبروا مخرجات أو أبناء لمجلس النواب. فأي اتفاق أو حديث أو تبادل أفكار إذا كانت محكومة بإطار الإعلان الدستوري فهي جيدة ومرحب بها، أما إذا حدث تجاوز لا قدر الله في سقف الإعلان الدستوري
واصبح هناك نوع من الاملاءات على مجلس النواب مثلا، فهذا طبعا سيسبب مشاكل كبيره وسياتي بنتيجه عكسيه لهذا اللقاء. طيب، يعني نفهم من كلامك بان وجود حفتر يمثلكم بطريقه او اخرى. لا، هذا اللقاء ليس يمثل مجلس النواب او غيره، مجلس رئاسي هو حكومه تتبع مجلس النواب ولكنها لم تنال الثقه حتى هذه اللحظه وتعتبر سلطه تنفيذيه في البلاد يعني. لا، وحديثي عن حفتر. كذلك القياده العامه للجيش هي جزء من تم اختيارها او تعيينها من قبل مجلس النواب. هذه لقاءات جيده لمصلحه ليبيا بكل تاكيد، طالما كانت تحت سقف الاعلان الدستوري وعدم فرض اي املاءات على مجلس النواب. يعني هناك، خلينا نتكلم باقصى الصراحه، بعض التسريبات الموجوده الان ولا اعرف ما مدى صحتها ودقتها فيها نوع من الاملاءات على مجلس النواب، وهذا امر مرفوض شكلا ومضمونا وسياتي بنتيجه عكسيه. ولكن نتمنى ان هذه اللقاءات لقاءات ايجابيه، ونتمنى ان تكون في اطار احترام الاعلان الدستوري الذي هو يعتبر الوثيقه التي اجمع عليها الليبيين وتمثل المسار الديمقراطي ويجب الحفاظ عليه. طيب سيد بكوش، هل توافق سيد دغيم الطرح بأن هذا اللقاء هو إيجابي طالما أن نتائجه ستكون تحت سقف الإعلان الدستوري ولا تمثل إملاءات على مجلس النواب؟ أنا أجد نفسي في موقف لم أتعود عليه، وهو أن أتفق مع السيد زياد دغيم على الأقل في دفعه بأن الجميع يجب أن يحترم الإعلان الدستوري وأن يحترم الاتفاق السياسي. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن القضايا التي رشح أنها طرحت في هذا الاجتماع بين السراج وحفتر هي قضايا تتمحور حول تعديلات للاتفاق السياسي. هناك شبه إجماع بين الأطراف الليبية حولها، بالرغم من أن كل طرف ربما ينظر إلى تلك القضية بنظرة مختلفة عن الآخر، ولكن القضايا التي يجب أن تطرح تعديل المجلس الرئاسي، تعديل مجلس الوزراء، هل هو مفصول عن المجلس الرئاسي أم لا، وما إلى ذلك، هذه كلها مطروحة. ولكن نريد أيضا نؤكد أن هناك شبه إجماع أيضا بين الطرفين الأساسيين، مجلس النواب ومجلس الدولة في الاتفاق السياسي، وبين الأطراف الدولية على الالتزام بالاتفاق السياسي كإطار لأي مفاوضات قادمة، وعلى أن الآليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي يجب اتباعها إذا أردنا أن نتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة وسريعة وفعالة، بدل أن نضيع أكثر من سنة في اتفاق الصخيرات ومن ثم نبدأ من جديد، إذ أن الوضع في ليبيا لا يتحمل الكثير من هذه المناقشات التي قد تأخذ سنوات. طيب سيد معتوق، هل من دلالة زمنية لهذا اللقاء في وجهة نظرك؟ حقيقة أنا لم أستمع إلى رأي الصديق صلاح البكوش، وهذا سوف يحرمني من تشكيل رؤية تجاه الحوار. طيب، مقطوع تماما. طيب، حتى نوضح الفكرة بشكل عام، هو في الحقيقة سؤالي عن موقفك أنت شخصيا من اللقاء الذي يجمع السراج وحفتر في أبو ظبي. هل من دلالة زمنية تراها وراء هذا اللقاء الآن؟ لا، هو طبعا استكمالا للقاء الذي تم في روما خلال الاسبوعين الماضيين بين السيد عقيلة صالح بصفته رئيس المجلس النواب والسيد عبد الرحمن السلحفي بصفته رئيس المجلس الاعلى للثوره. يعني هذه مخرجات الاتفاق السياسي الذي بعثه الامم المتحده، وهذه مكوناته وشخوصه. قد يكون هناك جدلا دار في مرحله زمنيه معينه حول بعض الشخصيات الجدلية أو بعض الآليات تنفيذ هذا الاتفاق، لكن أعتقد أنه الوقت تغير أو الزمن تحديدا تغير، المعطيات على الأرض، الظروف الإقليمية والدولية هي أخرى اختلفت، فربما كان هناك ضغطا عربيا إقليميا دوليا على هذه الأطراف. والأهم من هذا كله كمنجز، وأنا أعتبره حقيقة على المستوى السياسي خطوة يعني مكملة وصحيحة، لأنها
تندرج ضمن سياق المساعي الدولية ورغبة الشعب الليبي بالدرجة الأولى في الخروج من هذا المستنقع الذي يعيش فيه. خطوة تكميلية سيدة جبريل، هل ترين في اجتماع السراج وحفتر خطوة تكميلية لاجتماع السويحلي وعقيلة صالح في مالطا الفترة في إيطاليا الفترة الماضية؟ بداية أسعدك مساء أختي عدى، وأحيي ضيوفك وأحيي المشاهدين والمشاهدات، واسمحي لي اني انتهز الفرصه و يعني احيي الاستاذ صلاح واثمن له انه هو تم اطلاق صراحه سليما معافى. بدايه انا اثمن عاليا الحقيقه لقاء السيد تايب السراج والمشير خليفه حفتر اليوم، وارى خطوه ايجابيه يعني في اطار السلام الشامل وفي إطار تحقيق فعلا مصالح حقيقية تصب في إطار اتفاق السخيرات أو الاتفاق التجديدي، وإذا ممكن بس نعرجوا على العناصر الإيجابية اللي هي فعلا ساعدت أو أنتجت المشهد الحالي في تقارب الأطراف وفي اقتحام مسيرة الحوار. أول شيء كان الحقيقة هو اجتماع لجنة الحوار السياسي في الحمامات واتفاق الجميع الأحزاب والمستقلين والمجلس الأعلى للدولة والأعضاء بعض الأعضاء المقاطعين بمجلس النواب على تعديل نصوص معينة من الاتفاق السياسي حتى يتسنى تنفيذه وندخل في مرحله التنفيذ ومن ثم ادخال التعديل الدستوري وتضمينه للاعلام. يعني انت تتوقعين ان هذا الاجتماع جاء لهذا الهدف؟ طبعا، فاول شيء انا في تصوري ان هناك ترسخ كبير، ترسخت ثقافه الحوار على المجتمع على المستوى الشعبي لدى جماهير عريضه في ليبيا. اليوم الجميع يدعو الى السلام، اليوم الجميع يجنح الى السلم الاجتماعي، اليوم الجميع يريد ان يرى ليبيا مزدهره بابنائها وبخيراتها وباستقلالها. هذا اول عامل ايجابي ساعد على تقارب الاطراف. العامل الثاني هو ايضا على المستوى الوطني عمق الازمه اللي وصلتها الاوضاع المترديه في ليبيا سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الامني، وطبعا وهذا واحد ايضا من العناصر الايجابيه. على المستوى الاقليمي ايضا كان هناك يعني طيب اسمحي لي ان اقاطعك سيده جبريل حتى لا نستبق النقاش، سنعرج على مساله الضغوطات الدوليه ودور المجتمع الدولي والدول الاقليميه في الدفع نحو التوافق والسلام في ليبيا، ولكن قبل ان نتابع النقاش نتابع استطلاع راي اعدته قناه ليبيا لكل الاحرار مع عدد من المواطنين في طرابلس بخصوص لقاء السراج وحفتر في ابو ظبي. احنا ما نبوش ضرر لبلادنا، هي معناها احنا في الفتره هذه هو المواطن تعب، احنا ماذا بينا توحد البلاد وتكون على كلمه واحده وان شاء الله تكون بادره خير ان شاء الله. سنوا فيه الليبيين هذا كله اللقاء هو والنتاج السياسي، اكيد ان وضع البلاد حيتحسن بعد اللقاء هو، واكيد اما كانت فاهموا السياسيين حتمشي وضع البلاد كويس. كصفه شخصيه نشبح فيها ان تقاسم للسلطه وما فيش نتائج على الارض الواقع، ويعني الامور كلها مصالح شخصيه والمواطن قاعد في نفس الحاله الاولى، يعني ما فيش شيء زاد علينا من جديد. ان شاء الله يتوصلوا الى كيف ما تقول حكومه متفق عليها من الشعب الليبي ومن الدوله ومن المجتمع الدولي بشكل عام. باذن الله حيكون لقاء ايجابي باذن الله، ما يكون السلبي، وان شاء الله يلموا شتات الليبيين وان شاء الله يكون الاحسن باذن الله، ان شاء الله اتوقع خير باذن الله. انا اللقاء يعتبر كويس وهذا ان شاء الله يبشر بمبادره كويسه، حيكون فيه شوي صعوبات لكن ان شاء الله حيتغلبوا عليها وان تتم الموافقه بيناتهم على اقرب وجه يمكن ان شاء الله. يموتوا كلهم اطفالنا قصدي، عرفت؟ من صغير لكبار، عرفت؟ يعني نتمنى لسراج وحفتر انهم يتفاهموا على طاوله واحده، عرفت؟ وتكون لقاهم ايجابي
وان شاء الله ربي يلم شملهم وشمل البلاد ونبيهم ماذا بينا احنا كليبيين نبيهم يتفاهموا ويردوا بالهم من ليبيا. سيدة غين، كيف تعلق على ما جاء في استطلاع الرأي؟ سيدة غيم، هل أنت في الاستماع؟ طيب، يبدو أن هنالك مشكلة في التواصل مع سيد غيم. سيد البكوش، ألو؟ نعم، ألو؟ تسمعني الآن بشكل واضح سيد غيم؟ نعم، الآن بشكل واضح، نعم. طيب، هل استمعت إلى استطلاع الرأي؟ نعم، نعم، هذا هو المتوقع، وهذا هو الاتجاه العام الموجود الآن في ليبيا. طيب، هل الاتفاق السياسي والتحفظات التي يتمسك بها مجلس النواب قد تكون حاضرة في حوار الطرفين، أم ترى أن الحوار قد يمضي في اتجاه الترتيبات الأمنية مثلا؟ أعتقد أن بعض ضيوف ذكر هذا الأمر، أن نقاط الخلاف التي أصبحت واضحة الجميع يؤكد عليها سواء داخليا وخارجيا، معنية الدرجة الأولى بمجلس بهيئة الحوار الجديدة المتشكلة من مجلس النواب ومن مجلس الدولة. هذا اللقاء اليوم يساعد في منح سياسية مساعد بشكل كبير، ولكن ليس له انعكاس قانوني. بعض النواب تمنى أن يكون المخرجات في ظل أو في إطار احترام الدين الدستوري وجزء منا احترام الطاقم السياسي الذي صوت عليه مجلس النواب، وإذا خالف هذا الإطار فسيكون لديه انعكاسات سلبية بدل من إيجابية. أتمنى أن يكون هذا الإطار. إذا جاء يعني إذا تمخض هذا اللقاء، عن أي نتائج تتوافق مع تحفظات مجلس النواب من الاتفاق السياسي؟ هل ستدعمون هذه النتائج؟ لا، بكل تأكيد هو الفكرة نفسها جيدة، اللقاء نفسه جيد، ولكن الأهم الآن ننتظر البيان، ننتظر الأفكار المتفق عليها. أتمنى كما ذكرت وكررت أن تكون تحت إطار واضح احترام العلم الدستوري وفي إطار العام للاتفاق. طيب سيد البكوش، بحسب السيدة معتوق والسيدة جبريل، هم يرون أن الزمان قد تغير، حتى وإن كانت هنالك شخصيات جدلية أثناء التوقيع على الاتفاق السياسي، والآن هو مرحب بأي تعديل على الاتفاق السياسي، وذلك يعتبر فرصة للمصالحة الوطنية الشاملة. كيف تعلق؟ أولا دعيني أقول، أنا لا أفهم ما يدفع به بعض الليبيين حول ما يسمى بالشخصيات الجدلية. هذا مفهوم لا أعرفه أبدا ولا يمت للسياسة بصلة. السيد ترامب كان شخصية جدلية بالنسبة ل50% من الشعب الأمريكي، والسيدة كلينتون كانت شخصية جدلية بالنسبة ل50% من الشعب الأمريكي، وجرت انتخابات ونجح ترامب. كيف يعني إذ لم تريد أن تأتي بشخصية جدلية، تأتي بشخصية كالسيد السراج، ليس جدلية، لا يعرفه أحد، لم تكن له أي مواقف سابقة أو له سجل يمكن الاستدلال به على موقفه من عدة قضايا وما الذي سيقوم به، وتقع في هذا الوضع الآن. فخلونا من قصة هذه شخصيات غير جدلية. ولكن على العموم، أنا أتفق مع السيدة نعيمة جبريل في أن ما يحرك هذا كله هو الوضع المحلي وليس الوضع الدولي. الوضع المحلي أصبح يفرض على مجلس الدولة ومجلس النواب والسراج وعقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي وحفتر وكلهم، يفرض عليهم التقدم إلى الأمام وتحريك الأمور والوصول إلى حل، لأنه إذا لم يتم ذلك فإن هؤلاء السياسيين لا يعكسون آراء أغلبية الشعب الليبي الذي ربما شاهدنا منه عين الآن، وهو أن الشعب الليبي يريد الوصول إلى حلول. وعلى هذا الأساس نتوقع ونتمنى من هذه الأطراف جميعا أن تتوصل إلى حل وتتوافق، ولكن كما قال السيد زياد غيم، هذه الأطراف التي اجتمعت في أبوظبي هي أطراف تنفيذية، وعليها أعتقد أو نتوقع منها أن تهتم بأمور تنفيذية ك
التهدئة في الجنوب، عدم تكرار المآسي التي حدثت في جنفودة، تحريك الاقتصاد أو ما إلى ذلك، وتترك قضية مناقشة هنالك سؤال سيد البكوش، هل بالإمكان فعلا اعتبار أن الأطراف الموجودة في أبوظبي هي أطراف تنفيذية، خاصة أن أحدها سياسي والآخر عسكري؟ لأن الطرفين، ما نعنيه بأطراف تنفيذية أن الطرفين حفتر والسراج هما ناتجين عن اتفاق سياسي، اتفاق أطراف سياسية هي التي أنتجت هذه الأسام، وعلى هذا الأساس نعتبرها أسام تنفيذية. هذا هو الذي نقوله. ولكن حفتر بحسب فترة الاتفاق السياسي كان شخصية جدلية، لم يكن مسلما به كجزء من الاتفاق السياسي. لا، الجميع شخصية جدلية، ولكن هذا لا يعني شيء. أنا قلت لك أنا أرفض هذه المفهوم الشخصية الجدلية. ما الذي نريده؟ نريد أشخاص لا يعرفهم أحد حتى نقول أنهم شخصيات غير جدلية؟ عندما تتخذ موقف يعتبرك الطرف الآخر جدلي، وعلى هذا الأساس لنترك هذا جانبا، شخصية جدلية أو شخصية جدلية، ولكن المهم هو أن أي اجتماع بين أعضاء في السلطة التنفيذية، أعضاء في السلطة التشريعية، سياسيين، مجتمع مدني، في محاولة لوصول إلى حل لهذه الأوضاع السيئة يجب أن نباركها وأن ننتظر إلى ماذا تتحول، لأن الشعب الليبي ينتظر أفعال وليس أقوال واجتماعات. طيب سيد معتوق، بالحديث عن مباركة هذه الخطوة، المجتمع الدولي مؤخرا كاد يؤكد تكرارا أن حل الأزمة في ليبيا لابد أن يكون سياسيا وليس عسكريا، هل تعتقد أن حوار الإمارات يلتزم بذلك، خاصة وأن الشخصيتين إحداهما سياسية والأخرى عسكرية؟ هو المجتمع الدولي يبدو لي هذه المرة أكثر حزما في إنهاء الأزمة في ليبيا، لأن هم يعني حتى إذا سلمنا بأن أحد طرفي الأزمة سياسي والآخر عسكري، لكنهما فاعلين. يعني أنت تعرفين أن الحرب هي أداة من أدوات العمل السياسي، ولكن في النهاية سوف تفضي إلى طاولة مفاوضات، مثل ما حصل في تجارب كثيرة مرت بها عديد من شعوب العالم. يعني فأعتقد بأنه هذه المرة التقديرات للحالة اختلفت في جهة التدخل، مثل ما حكيت لحضرتك، وأنا كنت في حديث سابق أكدت بأن طالما أن هناك إحاطة تمت في مجلس الأمن تتعلق بضرورة تفعيل هذا الاتفاق والإبقاء على الأجسام السياسية التي رشحت عنه وكذلك الشخوص، فنحن تجاوزنا مرحلة الشخصيات الجدلية التي يشير إليها كل طرف على الآخر. الآن هذا هو الشكل السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة وفقا لاتفاق تم بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام، فلا يجوز ولا ينبغي لأي طرف من الأطراف أن يترسل الآن إلا فيما يتصل ببعض التعديلات التي تجرى هنا أو هناك والتي تخدم العملية السياسية فيه. والمستفيد مرة أخرى وأؤكد عليها بأن الشعب الليبي، لأن حقيقة طيب ما طبيعة هذه التعديلات التي تشير إليها في وجهة نظرك؟ أنا أتصور مثل ما حكيت في لقاء سابق، أنا أتصور أن التعديلات سوف تكون في إطار أن الحكومة تكون حكومة تكنقراط، ربما يكلف شخصية مستقلة عن المجلس السياسي، وأيضا يكون هناك يعني تعديل في المجلس نفسه، يعني لا يكون بتسع رؤوس وهو يكون برئيس ونائبين، ما تبقى الشكل العام هو يعني رئيس مجلس فعالة للدولة. ربما حتى الآن هناك يعني اعتراض من قبل مجلس النواب لجهة أنه لم يكن هناك أي تنسيق بخصوص أن يعتمد، ولكن سوف يعتمد، والمجلس النواب بصفته تشريعي ومجلس الرئاسي وقيادة الجيش، الحكومة التنفيذية، العالم، أنا أتحدث هنا عن أوروبا وأمريكا، يهمهم أن تكون هناك سلطة مركزية، وهذا البيت القصير، السلطة المركزية ماذا تعني في حالة هذا الاضطراب الذي تعيشه ليبيا؟ أن تتوحد المؤسسات السيادية، البنك المركزي، مؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسات الخارجية، مؤسسة الشعبية الخارجي، لكي يرتفع سقف إنتاج النفط وتعود الاستثمارات
وتعود الحياة الاقتصادية التي سوف يستفيد منها العالم. طيب سيدة جبريل، كيف تقيم المشهد الحاصل الآن؟ هل تتفقي مع الضيوف بأنه يجب علينا وضع مسألة شخصية جدلية على جنب والتعامل مع الأمر الواقع كما هو؟ تبعنا الحقيقة، بس بنرجع النقطة مهمة جدا، من ضمن العناصر الإيجابية اللي هي ساعدت على حلحلة الأزمة الآن واعطتنا نضج كبير في التعاطي معها، هو قرار مجلس النواب بالعودة للحوار تشكيل لجنة حوار. هذا مهم جدا، هذا كله أثر في اللقاء اللي هو تم على المستوى السياسي بين المستشار صالح عقيلة والسيد عبد الرحمن، ومن ثم نتيجة هذا اللقاء التقى السيد فايز سراج والمشير خليفة حفصة. وأقول أن خلال مسيرة الحوار إلى أن تم توقيع الاتفاق المبدئي في يوليا، كل جلسات الحوار لم نتحرز ولم نشخص الاتفاق ولم نتطرق إلى أي شخصية على الإطلاق. بعد ما تم التوقيع على الاتفاق المبدئي بدأت شخصنة الاتفاق السياسي، وكنا ننبه إلى عدم هذه الشخصنة ونقول، وأنا كنت أردد بأن يجب أن لا يكون معاداة الأشخاص تتحول إلى معاداة الوطن. فأنا أيضا من ضمن الأستاذ صالح في هذا الجزئية، وهو أن إحنا يجب أن لا نتعرض لهذه الشخصية وأن نصف شخصية معينة بأنها جدلية والأخرى غير جدلية، لأن ما هو جدلي بالنسبة لكنتي بالنسبة لي أنا ليس جدليا، ومن ثم هذا نوع من تعويق وتأزيم الموقف. والحقيقة لا أوافق على ذلك، وصدقيني أن لم يتم شخصنة الاتفاق إلا بعد ما تم التوقيع. للأسف يعني لما وقعنا الاتفاق المبدئي في شهر 7 بدأ الحديث عن الأشخاص، وبدأت تطلع علينا البيانات، بيانات من داخل مجلس الحوار، بيانات من الأحزاب. فبدأ من هنا بدأت معاداة الأشخاص تتحول إلى معاداة للوطن للأسف. واضح. سيدة غيمة، الإمارات نجحت في جمع السراج وحفتر، وهو ما لم تتمكن القاهرة من فعله خلال أسابيع قليلة ماضية، هل يرجع ذلك إلى تنامي الضغوط الدولية بغية التعجيل بحل الأزمة في ليبيا، أم لرغبة الأطراف الليبية فعلا الوصول إلى حل بعد تأزم الوضع؟ نعم، اسمحي لي أيضا بعد هذه الإجابة عندي بضع التعقيبات السريعة فيما يخص الضغوط الدولية. بكل تأكيد موجودة، ولكن ليس هي السبب الرئيسي. أنا أشترك مع ضيوفك أن السبب الرئيسي هو تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد إلى منعطف ودرجة خطيرة جدا. لقاء ربما الإمارات أكملت مشوار دول أخرى سعت فيها، سواء دول أقليمية أو دول كبرى، ولكن ليس هذا هو المهم. كما ذكرنا هو الفعل، وأيضا أن تكون النتيجة اليوم هو في إطار السقف المسموح به، حتى لا قدر الله تعتبر كأن هناك نوع من خلط الأوراق وإعادة تحالفات جديدة في المشهد واستمرار الانقسام السياسي في ليبيا. هذا ما لا أتمناه. أتمنى أن يكون اللقاء اليوم في إطار السقف الطبيعي والمسموح به. تعقيبات سريعة جاءت مهمة، يعني في بعض ردود الأفعال أو المصطلحات. لما نتكلم عن شخصيات جدلية، أنا لا أعرف تعريف علمي بشخصية جدلية. أنا أفهم أن الشخصية الغير جدلية هي الشخصية التي ليس لديها موقف ولا رأي، وهذا شيء معيب وليس شيء إيجابي. أيضا عندما نتكلم عن حقوق التكنوقراط هو وصف للحكومة، نوع من الحكومات وليس وصف لوزير. نقول وزير تكنوقراط، فهي حكومة، نوع حكومة، حكومة تكنوقراط. أعتقد أن حكومة التكنوقراط غالبا ترتبط بمدة قصيرة وبإجراء انتخابات، وهذا ليس الوضع الذي تحتاجه ليبيا. وليبيا محتاجة إلى حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأطراف السياسية لكي تتخذ قرارات شجاعة وقوية وقد تصل لدرجة مؤلمة لمعالجات مختلفة. نحن نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية وليست حكومة تكنوقراط. أيضا التكنوقراط أو نوع الحكومة التكنوقراط تكون في الدول اللي فيها أحزاب عريقة وفيها تجربة عميقة وقديمة،
حيث أن أصبح هناك نوع من تصنيف المجتمع ويمكن إيجاد شخصيات تكنوقراط ليس منتمية لأحد الأحزاب، وهذا غير موجود في ليبيا. لأن نحن ليس لدينا تجربة حزبية كبيرة. هذا يقودنا إلى تعليق على الدكتور محمود جبريل عندما يتكلم عن المحاصصة. لا أعرف ماذا يقصد برفضه للمحاصصة، هل يقصد المحاصصة الجهوية أم المحاصصة المناطقية؟ لا أفهم، لأن ما هو البديل؟ هل البديل هي محاصصة أحزاب مثلا، وهي أحزاب ما زالت تعتبر في البدايات وليس لديها قواعد شعبية حقيقية؟ فبالتالي يعني هناك مغالطات أو مصطلحات الأصح يعني تحتاج إلى توضيح أكثر. طيب ماذا عن مسألة الضغوط الدولية التي كنت قد سألتك عنها؟ هل اجتماع الإمارات يأتي نتيجة لضغوطات دولية أم لإدراك الأطراف الليبية بأن يجب عليهم إيجاد حل؟ توجد ضغوطات دولية، ولكن المحرك الأساسي هو الوضع الاقتصادي المحلي. هذا ما أعتقده وأشارك بقية الضيوف في هذا الرأي. طيب سيد البكوش، كيف تقرأ موازين القوى لدى حضور السراج وحفتر؟ كيف يعكسان موازين القوى على الأرض؟ هو من المعروف أن أي طرف لا يجلس على طاولة المفاوضات أو الحوار إلا إذا اقتنع بأنه ليس هناك بديل أفضل. وعلى هذا الأساس أعتقد أن مجلس الدولة ومجلس النواب وخليفة حفتر وفائز سراج وبقية الأطراف اقتنعت تماما بأن الأوضاع لم تعد تحتمل، وأنه ليس هناك بديل عسكري أو بديل آخر كالمغالبة أو الاحتواء الآخرين بالقوة. وعلى هذا الأساس ارتضت الأطراف جميعا أن تجلس في روما وتجلس في الإمارات وما إلى ذلك. وهذا أعتقد أنه يبشر بالخير، لأنه هو الخطوة الأولى للتقدم إلى الأمام والحوار أو التفاوض أو نقاش القضايا العالقة. لأنه بدون اقتناع هذه الأطراف بأنه ليس هناك بديل آخر، هذا ضرورة أساسية لكي نتقدم إلى الأمام. ولكن أيضا أريد أن أعرج فقط على الموقف الدولي. هناك الكثيرين الذين كانوا يحلمون بعد انتخاب ترامب بأن موازين القوى ستتغير وأن ترامب سوف ينحاز إلى هذا الطرف أو الآخر، ولكن أعتقد هذه الآمال خابت، وربما ذلك هو أحد الدوافع التي أدت إلى حدوث هذه اللقاءات في روما وفي الإمارات. طيب سيد معتوق، عضو لجنة الحوار السياسي جمعة القماطي، رأى في تصريح سابق أن المجتمع الدولي يتجه إلى وضع ضغوط إقليمية ودولية على الأطراف المتصارعة في ليبيا بضرورة الحوار وتقريب المواقف والوصول نهائيا إلى حل توافقي. هل توافقوا هذا الطرح؟ سمحتي لي، يعني عندي تعليق بسيط على ما تفضل به ضيفك الاستاذ زياد. نعم، الامم المتحده المجتمع الدولي يريد حكومه تكنوقراط، انا هنا اعني بالتكنوقراط الحكومه التقنيه التي سوف تطرح برنامج عمل لانقاذ البلد من ازمتها الاقتصاديه الخانقه والانهيار الرهيب في سعر الصرف. هذا الذي اقصده. الموضوع موضوع اقتصادي بالدرجه الاولى، لان من غير الممكن ان تكون هناك الان. ماذا نعني بحكومه الوحده الوطنيه؟ نحن جربنا في الحكومات التي تعاقبت ورفعنا شعار الحكومه الوطنيه ووقعنا في فخ المحافظه القبليه فعلا. في الحكومتين الموازيتين اللتين الان تسيرا شؤون البلد بشكل غير شرعي هما حكومات محافظه، يعني كل قبيلة تريد أن ترشح ابن لها وحتى وإن لم يكن مؤهلا. يا سيدتي، البلد يحتاج إلى تدخل جراحي. ثم التكنوقراط هنا مرتبط شرطيا بالمراء الزمن الاتفاق السياسي، لأن عندما تقر الأمم المتحدة ضرورة وضع مقاربة سياسية والاتفاق أن ينضج هذا الاتفاق السياسي ويعتمد ويصادق البرلمان على الحكومة، معنى ذلك أن لديهم وهاء زمنيا لا يتجاوز العام ونصف
حتى يصار الى صياغه الدستور ونذهب فيما بعد في انتخابات برلمانيه وتشريعيه. طبعا الامم المتحده والمجتمع الدولي يضغط، لان ليس اقليميا عربيا او اقليميا او دوليا، الموضوع موضوع اقتصادي. فيما يتعلق بالجانب الامني، اعتقد ان هناك قرارات صدرت عن الامم المتحده للاسلام جرمت وحرمت الارهاب، سواء كان في ليبيا ولا في مصر ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في اي مكان. اي تنظيم يستخدم العنف المسلح للوصول للسلطة طبعا هذا مرفوض يعني، ويتعارض مع أبجديات اللعبة الديمقراطية. هذا هو الاتجاهات التي يمضي فيها المتحدة أو يمضي فيها الدول المتحدة الآن. هناك رغبة حقيقية في إخراج ليبيا من هذا المنزلق السياسي كي لا تذهب إلى أبعد من ذلك. هناك رغبة حقيقية. بناء على ذلك سيد جبريل، ما التغيير المتوقع أن يحدث داخل المشهد الليبي بعد هذا اللقاء؟ بالنسبة للمجتمع الدولي، أولا يجب أن لا ننسى أن ليبيا تحت بند الفصل السابع، وأن قرارات مجلس الأمن ملزمة هي طبعا، وأهمها قرار 2259 اللي هو يعترف بالاتفاق السياسي ويؤيد حكومة الوفاق برئاسة السيد السراج. هذه لازم نقطة يعني جديرة بالتركيز عليها. ثانيا ان هذه القرارات، قرارات مجلس الامن، الزمت حتى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بالاحتراف بالاتفاق والاحتراف بالسيد السراج كممثل لحكومة الوفاق الوطني. لكن يجب ان لا ننسى ان ايضا هناك اعتراف دولي بان الجيش عنصر توافق مهم، يعني لا يمكن، لان الجيش يملك ادوات الموت، ومن ثم لا يمكن ان يكون هناك حل في ليبيا او حل سياسي دون ان يكون الجيش شريك في 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 المفاوضات او في الحوارات المقبله. وبالتالي هناك فعلا دفع الى ان الحل السياسي اتجاه كل المجتمع الدولي و الدول ايضا الاقليميه المجاوره الى ان يكون حل سياسي وليس عسكري. ايضا هذا كان من العناصر الايجابيه لهذه الاجتماعات اللي احنا نراها. كيف يكون تاثيره على المشهد؟ لا شك انه هو حيكون تاثيره كبير فيما يتعلق بخلق ارضيه مشتركه بين اطراف الحوار، طبعا سواء على المشهد السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو فيما يتعلق بالجيش والمادة الثامنة وكيفية تضمينها للاتفاق السياسي بصيغة أخرى أو بتعديل آخر. لابد أن تكون قيادة الجيش متفقة عليه وموافقة عليه، إلى جانب أنا أنادي دائما وخاصة في جلسة الحوار الأخيرة في الحمامات قلت لابد من أن تجتمع قيادات الجيش في ليبيا كلها، ولا بد أن تضع رؤيتها وتضع كيف هي ترى وضعها العسكري، وباعتبار انها هي صاحبه المصلحه وهي اللي بيهمها، هي المؤسسه العسكريه، هذه مؤسسه عسكريه عريقه في ليبيا من عام 1940 تاسست الجيش في ليبيا، ومن ثم هي طيب هي الترتيبيه صحيحه ان تتاسس الدوله ومن ثم هي تؤسس الجيش، ولكن الواقع في الحاله الليبيه هنالك العديد من الاطراف العسكريه التي من الصعب ان نطلق على احدها جيش او لا. لا اريد ان اخوض في هذا النقاش لانه ليس موضوع حلقتنا اليوم، بما انك نوهت اليه لا باس، ولكن ما التغيير المتوقع ان يحدث الان بعد لقاء الامارات؟ هل هنالك تغيير ملموس تتوقعين حدوثه في قريب الاجال؟ لا شك ان اللقاء هذه بين الاطراف الليبيه تخلق يعني مناخ من التفاهم حول ارضيه مشتركه في نقاط الخلاف يعني، وبالتالي الحوار دائما يبدا ايش؟ يبدا بالنقاط المشتركه اللي اتفق عليها، ثم يذهب رويدا رويدا الى النقاط المختلف عليها، وبالتالي تاثيره كبير يعني. اولا تاثيره في نفوس الناس على الصعيد الداخلي، يعني لا شك ان اليوم الليبيون في جميع الليبيات في جميع انحاء ليبيا سعداء بهذا اللقاء ورفع من معنوياتهم، حتى ولو نحن الى الان هناك تسريبات ولكن لا نعرف حقيقه ما دار في هذا الاجتماع، ولكن كون ان تلتقي الاطراف بالذات في الجيش والحكومه هذا كان له تاثير كبير اليوم في نفوس الناس. ايضا اثر على سعر الدولار، نزل الدولار سعره نزل،
فيعني لا هناك يعني تأثير كبير وسنرى في الأيام اللاحقة. وهم على الأرجح ستكون هناك أيضا لجان تواصل للخوض في تفاصيل كل ما يتعلق بالمادة الثامنة والاتفاق بشأنها، الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية. طيب لدينا الكثير لنتحدث عنه بشأن الاتفاق، جزء من ذلك سيد البكوش بحجم الانقسام في التوجهات البارزة بين حتى داخل الجسم التنفيذي الواحد في ليبيا، هل تعتقد أن أي من نتائج اجتماع أبو ظبي ستكون ملزمة لجميع الأطراف في ليبيا؟ أعتقد أن ربما تكون هناك تفاهمات، أو نتمنى أن تكون هناك تفاهمات حول التهدئة في ليبيا، وقف نزيف الدم في الجنوب، ربما التأكيد على عدم تكرار ما حدث في قنفودة أو ما إلى ذلك لتهدئة الأوضاع وتهيئة الأجواء للذهاب إلى مفاوضات لا تخيم عليها قضايا كحرب قائمة في الجنوب وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس لا أعتقد أن هناك يعني قلق من اختلاف كبير بين هذه القوى التنفيذية الآن. القضية الآن أعتقد ترتكز على الاستفادة من هذا الزخم الذي نتج عن اجتماع روما بين السيد عقيلة صالح والسيد عبد الرحمن السويحلي وحفتر والسيد حفتر والسيد فايز سراج، والتقدم للأمام وعدم إضاعة الفرصة الذهبية التي تحدثت عنها السيدة نعيمة جبرير، وهي أن هناك الآن جو متفائل يجب أن نستفيد منه ونتقدم إلى الأمام لحل حالة المشاكل التي يتفق الجميع على ما هي عناصرها بالرغم من اختلافهم حول الحلول. وعلى هذا الأساس أتوقع أن يقوم الطرفين المناط بهما تعديل الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب ومجلس الدولة، باتخاذ خطوات سريعة وفعالة وثابتة وواضحة وشفافة للتقدم إلى الأمام على طريق المفاوضات حول تعديل الاتفاق السياسي وربما حل حالة الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب الليبي. طيب سيد معتوق، برأيك إذن كيف سينعكس هذا اللقاء على مجريات الوضع في ليبيا بشكل عام؟ إذا اتفقت النوايا بصراحة يعني، وأنا وصفت هذا اللقاء وكنت تمنيته منذ فترة يعني، لأن هاتين الشخصيتين هما يعتبران قطبي هذا الاتفاق، لأن البرلمان هو تشريعي والمجلس الأعلى للدولة هو تنفيذي. لما حكيت حضرتك هو الجدل حول هل يقبل الجنرال حفتر بأن يكون تحت السلطة السياسية أم لا، أعتقد أن هذه المرة سوف يقبل طالما الملف يحوي بحثا في مسألة المعضلة الاقتصادية، وأن قضية الإرهاب ليست محلية وهي إقليمية دولية يتشارك فيها العالم، فليست حكرا على الجيش الليبي. إذا كان هناك إرهاب حقيقي في ليبيا وخاض فيه الجيش الليبي حربا ويعد انتصر فيها في أكثر من موقع، فما تبقى أعتقد أنه يمس الأمن القومي العربي والمتوسط أيضا. أعتقد بأن إذا حصلت هذه التنازلات المؤلمة كما كنت أريد أن أصفها ووصفتها في السابق، فتصور بأن الانعكاسات سوف تكون سريعة وإيجابية حتى على نفسية الليبيين التي أراها تتدمر يوم بعد يوم. هل تعتقد أن سراج سيتطرق مع حفتر توسعاته العسكرية التي يجريها في الجنوب وحصاره لدرنة؟ ويجب ان يكون حديثا صريحا يعني، لان هم الاثنين ليبيين، واذا كان هناك تغليب للمصلحه الوطنيه، ولا نريد ان نذهب باتجاه التفكير فيما يردده بعض المراقبين كانها لعبه كراسي، وكل يرغب في البقاء في مكانه حتى وان طال امد الازمه وتعذب الليبيين اكثر. لكن الملمح الرئيس لهذا اللقاء وكيفيه الدعوه اليه صراحه كان هو يعني مرتب ان يكون في القاهره،
ولكن مثل ما حكيتك يعني ربما تمت معطيات حالة دون أن ينجز فتحول إلى أبو ظبي، وكل هذه الأطراف هي عملت منذ فترة على تقريب وجهات النظر وإدابة جبل الجليد القائد. طبعا يجب أن يطرح المشير حفتر برنامج عمل العسكري للقيادة السياسية ويشاورها، وأيضا السيد فايز السراج عليه أن يدرك بأن إذا تمت ما ربما يعرقل مسيرة العمل السياسي وتفعيل الاتفاق وتشكيل حكومة حقيقية تعمل على إخراج البلد من هذا النفق، فليطرحه أيضا لأنهما يعني يجب أن يقطعا الطريق أمام أي اجتهادات أخرى قد لا تفيد. طيب العملية أنت رحى هذا الملف أيضا سيدة جبريل، ملف الجنوب وملف درنة، هل تعتقدين أن يتوصل الطرفان إلى تسوية؟ يعني احنا الحقيقه املنا كبير في ان هذا اللقاء ينجم عنا يعني تفاهمات كبيره، ولكن دعيني نقول لك اهم شيء عندنا اخرى الهجره غير الشرعيه. وصدقيني ان هذا الاجتماع تم لان السيد السراج يتبع البنيان المرصوص، قوات البنيان المرصوص. لا يمكن ان يكون هذا اللقاء قد تم بدون موافقه البنيان المرصوص. وأنا دائما كنت أقول أن التحالف بين القوات المسلحة وبنيان المرصوص هذه خطوة ممتازة وجيدة في سبيل توحيد الجيش وفي حظر لجوء السلاح على أي أفراد مدنية واحتواء السلاح غير الشرعي ووضع استراتيجية فعلا دفاعية وأمنية وطنية. طيب بما أنك تتحدثين عن الجزء العسكري، هل تعتقدين أن ذلك سيحل أو سيسوي ملفات الجنوب ودرنة؟ أنا لا أتصور أن هذا اللقاء قد أتى من فراغ. زي ما قلت لحضرتك إن هناك موافقة من قوات البنيان المرصوص، وإلا ما كانش السيد السراج حاضر. هذه أولا. ثانيا أن بالنسبة للجنوب أعتقد أن حتى المجتمع الدولي يوافق أن يكون هناك جيش في منطقة الجنوب لحماية تدفق المهاجرين. أيضا هذه لازم ناخذها في حسابنا، وضع استراتيجية دفاعية وأمنية للجنوب من الهجرة غير الشرعية. يعني إحنا هناك خطوط إقليمية ودولية لا تخرج عنها يعني هذه اللقاءات أنا في تصوري، وتبارك مثل هذه اللقاءات وتدفع إليها. يعني أنا متفائلة جدا باللقاءات هذه وخاصة اللقاء السياسي، لأن أهم لقاء اللي هو اللقاء السياسي بحيث أنه يتم بناء عليه تعديل الاتفاق السياسي ومن ثم تضمينه في الإعلان الدستوري من مجلس النواب. هذا كان أهم قرار وأهم حدث بالنسبة لعام 2017 فيما يتعلق. وضحت الفكرة الأطراف. وضحت الفكرة. اسمح لي أن أنتقل إلى سيد البكوش. سيد البكوش، إلى أي مدى ساهمت المنعطفات التي مرت بها ليبيا خلال العامين الماضيين في رسم المشهد الحالي الذي نتعامل معه؟ في تصوري هذه ما تسميها المنعطفات أوصلتنا إلى حالة عامة من الإنهاك في جميع دوائر صنع القرار في ليبيا وبين جميع الأطراف، ووصل هذا الإنهاك بكل تأكيد إلى أفراد الشعب الليبي بغض النظر عن القوى السياسية والعسكرية. وأعتقد أن هذا ما نتيجته هو ما نراه اليوم من حراك سياسي في محاولة للملمة الشمل وربما حلحلة هذه القضايا العالقة والوصول إلى اتفاق قد يؤدي بنا إلى حالة أفضل من الاستقرار ورفع المعاناة عن المواطن. هذه الانعطافات بكل تأكيد ربما قد يقول الكثيرين أنها لم تكن لها ضرورة وأنها مجرد مماحكات سياسية بين شخصيات سياسية وما إلى ذلك، ولكن أعتبرها نتيجة طبيعية لفشل الطبقة السياسية في ليبيا أو النخبة السياسية في التقدم بالبلاد إلى الأمام منذ إعلان التحرير. وعلى هذا الأساس
يجب أن نحمل الآن النخبة السياسية مسؤولية التحرك بالبلاد إلى الأمام وإخراجها من هذه هذا الموقف السيء الذي نجد فيه أنفسنا. طيب سيد معتوق، التصريح الخاص برئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل الذي انتقده سيد دغيم في وقت سابق، هذا التصريح رأى من خلاله جبريل أن أي تعديل قادم للاتفاق السياسي يجب ألا يبتعد عن مبدأ أو يجب أن يبتعد فعليا عن مبدأ المحاصصة الذي رسخه حوار صخيرات في وجهة نظره. طبعا وفقا لذلك هل نحن الآن بصدد مثلا مرحلة جديدة من الحوار؟ لا، تصور حيكون هناك مشاورات وليس حوار، وهي كانت مفاوضات انتهت لهذا الاتفاق. التشاور الآن حول بعض النقاط التفصيلية المتعلقة ببنود بعينها فقط. أما أنا قرأت كلام الدكتور محمود في واحدة من مواقع التواصل، لا أتصور بأنه ذهب إلى هذا التفسير يعني، لكن هو يتحدث عن تفاهمات يعني، ويجب أن تجسد هذه الفجوة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأن لا يتفرد أي طرف من هذه الأجسام باتخاذ قرارات سابقة لتضمين هذا الاتفاق الإعلامي بالسوء، وهذا متفق عليه من قبل كل الأطراف. ربما حصلت الفترة الماضية بعض الإجراءات واعتبرت بأنها نوع من المكايدة، وربما كل فريق أو كل طرف يريد أن يضغط على الطرف الآخر، ولكن في النهاية هي سوف تأتي من جديد وتدخل في شرنقة الاتفاق وبعد تعديله وتضمينه في الإعلام الدستوري، وتصبح نافذة وتقدم تشريعات وقوانين تخدم المصلحة الوطنية. سيد جبريل، أيضا رئيس تحالف القوى الوطنية قال إن حل الأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها، ما الذي يمكن فهمه من هذا التصريح؟ ما في شك إنه هو يبدأ من داخل ليبيا ومش من الخارج، لكن إحنا الآن يعني زي ما وضحت لحضرتك اتفاق الصخيرات كان بناء يعني بدء الحوار فيه كان بناء على طلب من مجلس النواب لبعثة الأمم المتحدة للتدخل وإيجاد حل. هذا كان في 2014 حينما حصلت الأزمة في بداياتها، فمن ثم من هنا كان في غطاء دولي توفير، لكن المجتمع الدولي مصالحة يستطيع هو أن يستغل بعض الليبيين في الداخل ويحقق مصالح معينة، لكن للأمانة ما لمسنا أنا من المجتمع الدولي أثاقة الحوار أنه هو حريص على التقارب الأطراف وحريص على وحدة السيادة السياسية. واضح. بس طبعا هذه كان في صعوبة إلى أن وصلنا إلى اتفاق المسارات الحقيقة، بس أهم شيء اللي أنا أراه أن تلاقي الأطراف الليبية وأن ما تم من لقاء سواء الأول أو الثاني هو اليوم اللقاء اللي تم، هذا لقاءات ليبية، هذا في إطار الأخوة الليبية في إطار مصلحة الوطن العليا، وبالتالي ما أعتقدش أن في أي طرف دولي ضد هذا التوجه، بالعكس هم يسعون يعني، لأن استقرار ليبيا الغرب يرى أن انهيار مركزية الدولة واللي هو كان أحد أسبابها، حتى المجتمع الدولي كان أحد أسباب انهيار مركزية الدولة في ليبيا، أصبحت ليبيا بؤرة عدم استقرار، ومن هنا المجتمع الدولي الآن حريص على وحدة وسيادة ليبيا، وممكن حتى تصريحات وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإيطالي الأخيرة أشارت إلى أن أي تفكك في ليبيا أو أي انقسام ينعكس على المنطقة كلها وخاصة على إيطاليا. طيب اسمح لي سيدة جبريل أن أختم مع سيد البكوش في أقل من دقيقة لو سمحت، ما السيناريوهات المتوقعة أن ينحاها مسار التوافق؟ نحن نتمنى أن تكون هذه الخطوة في الإمارات داعما أو رافدا للخطوات الأخرى التي اتخذت من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة، وأن يتحمل مجلس الدولة ومجلس النواب بصفتهما الطرفين الرئيسيين في الاتفاق السياسي ما حملهم إياه الاتفاق السياسي، ويتواصلا مع بعضهم البعض ويكملان تشكيل لجانهم التفاوضية أو فريقهم التفاوضي حتى نتحرك إلى الأمام بسرعة، إذ أن الوضع
لم يعد يتحمل الكثير من المماطلة والتسويف. أشكرك جزيلا. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العاشرة. كان معنا عضو لجنة الحوار السياسي نعيمة جبريل، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، عبر الهاتف من بيروت الكاتب والصحفي عبد الحكيم معتوق، وكان معنا عبر الهاتف من القاهرة في الجزء الأول من الحلقة عضو مجلس النواب زياد أدغيم. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله ورعايته.